أنا كثير الحلف بالله وحلفي أني لا أعصيه ثم أعصيه، فما الحكم؟ وهل يترتب عليه كفارة؟ ما يجوز الإنسان يتساهل في اليمين ويكثر من الحلف. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف كثير الحلف، الكثار من الحلف دليل على التساهل. ينبغي أنك ما تكثر من الحلف، ولا تحلف إلا عند الحاجة، وتكون صادقا. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم، وقر اليمين بالله عز وجل واحترمها، ولا تحلف إلا عند الحاجة، وتكون بارا وصادقا. نعم. وكذلك يقول: أنا كثير النذر وأنذر ألا أعصيه ثم أعصيه، ويترتب على نذري أمور مالية، بأن أقول نذر على إن فعلت كذا أن أدفع 500 ريال. هذا يجري مجرى اليمين، ما هو بنذر، يجري مجرى اليمين، لأنك تقصد المنع، تقصد به المنع، يكون مجرى اليمين، فعليك كفارة يمين عن هذا النذر.